مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا أيضا الشوط 13 لفئة الأبكار الصعوبة. نتمنى التوفيق للجميع. مباشرة أبدأ مع المركز الأول، أبدأ مع الشاهينية، محمد بن العبد بن علي المشايخي يتقدم على المركز الأول، بو علي مع شعاره الكبير المركز الثاني. ايضا القدوم والوصول مع انطلاقة الشعار الكبير والمتميز بهذه اللحظات المميزة والانطلاق الكبير اللي هو شعار الشاهينية، راشد بن عتيج بن علي بن راشد الكتبي ياتي على المركز الثاني والمركز الثالث. الوصول والقدوم ايضا القدوم مع الشاهينية، ثاني بن علي بن مهير بن بليشة يتقدم، وايضا الوصول مع انطلاقة شعار بن دحروي سعيد بن رايد بن دحروي العامري واصل بهذه اللحظات، ولكن البداية والصدارة على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط محمد بن عبد بن علي المشايخي يتقدم على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني غير ثاني بن علي بن مهير بن بليشة الكتبي إلى المركز الأول وإلى الصدارة الأولى، وراشد بن عتيج بن راشد الكتبي يتقدم بهذه اللحظات مع الشعار الكبير مع الشعار المتميز. الله 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 يا هذا الانطلاق، يا الانطلاق الكبير والاندفاع المتميز مع الأسماء الكبيرة، مع الأسماء الكبيرة. وين الناموس؟ وين الانتصار بالانطلاق المتميز وبالاندفاع الكبير؟ ولكن ثاني بن علي بن مهير بن بليشة الكتبي إلى المركز الأول وإلى الصدارة الأولى إلى مقدمة هذا الشوط، ولكن راشد بن عتيج الكتبي، ولكن ثاني بن علي بن مهير بن بليشة إلى الناموس. ما شاء الله وتبارك الله يا ذكر الله يا أبو خليفة، يا ذكر الله على النوعية، ما شاء الله وتبارك الله نوعية والأروع. المركز الثاني اللي وصلنا بشعار راشد بن عتيج الكتبي، المركز الثالث ايضا سته بشعار سعيد بن راشد بن محمد بن دحروي. التوقيت دقيقتين و24 ثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار والانتصار.